اليوم جبنا لكم مجموعة من الأجهزة القابلة للطي بطرق مختلفة. حياكم الله وخلونا نجربها مع بعض. أول جهاز عندنا اليوم قابل للطي هو الهواوي البي 50 بوك اللي أطلقته الشركة في المملكة العربية السعودية نهاية شهر يناير الماضي. يتميز هذا الجهاز بتصميمه الجميل والفاخر، وأيضا الشاشة تجي بحجم 6.9 وهي مفتوحة، واللي بتعرض صور بتردد 120 هرتز. يعني راح تستفيدون من الجهاز بعدة استخدامات مختلفة خاصة بالألعاب، اللي راح يعرض لكم صور سلسة جدا. مع العلم من الجهة الخلفية بالجهاز في شاشة بحجم 1 بوصة. الشاشة هذه وش راح تفيدك؟ راح يكون فيها مجموعة كبيرة من الاختصارات حتى تقدر تستفيد منها، يعني مثلا تقدر تشوف الطقس والتنبيهات وغيرها. أيضا راح تقدر تستفيد منها بالكاميرا، فعلى سبيل المثال راح تقدر تصور صورة مثل ما واضح قدامكم. أيضا راح يكون فيه اختيارات وميزات ثانية للمستخدمين، مثلا وانت باجتماع وجاتك مكالمة أو تنبيه راح يطلع لك التنبيه هنا وراح تقدر تشوفه. الجهاز يدعم مميزات مختلفة، فعلى سبيل المثال راح يدعم الشحن السريع وغيره. وبالنسبة للكاميرات الخاصة بالجهاز، زي ما عودتنا هواوي دائما بيكون عندها كاميرات مميزة، فعلى سبيل المثال الكاميرا الخاصة بالجهاز الأساسية بدقة 40 ميجا بكسل. الجهاز نزل في الأسواق زي ما ذكرنا لكم نهاية يناير الماضي. الجهاز الثاني اللي معانا اليوم أوبو فايند إن. الفكرة من هذا الجهاز إن حجم الشاشة حقته 5.4، لكن لو فتحت الجهاز كامل راح يكون عندك شاشة بحجم 7 إنش. طبعا الجهاز يتميز إنه يعطيك خواص كثيرة، وراح تقدر تستخدمه زي ما قلنا لكم بالحجمين، الشاشة الصغيرة أو الشاشة الكبيرة زي ما أنت حاب. مع العلم الجهاز يدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C، وحجم البطارية تقريبا 4500 ملي أمبير. أكثر ما يميز هذا الجهاز إن الانحناء اللي موجودة فيه مو واضح أثناء الاستخدام عكس بقية الأجهزة القابلة للطي. الجهاز حاليا متاح في السوق الصيني وراح تقدر تطلبه أونلاين. أيضا الجهاز يدعم تقنية 5G. مع العلم يعتبر هذا الجهاز أول جهاز قابل للطي من شركة. الجهاز الثالث اللي معانا اليوم هو جهاز لازم نعطيكم عنه معلومة إنه للأسف مو متاح بالأسواق ولا زال تجربة، لكن في فكرة جدا رهيبة اللي هو هذا الجهاز. فكرته بشكل بسيط إنه أنت تقدر تستخدم الجهاز كجوال عادي، لكن لو حبيت أنك تكبر الجهاز تضغط ضغطتين الجهاز زي ما واضح قدامكم راح يكون حجم الشاشة فيه أكبر. طبعا الشيء الرهيب فيه إنه لو رجعنا للحجم الأساسي، وعلى سبيل المثال حاب تستخدم مثلا اليوتيوب وأنت مثلا شغلت مقطع فيديو وحاب تشوفه بشاشة كبيرة، تضغط ضغطتين عندك هنا راح تكبر معاك الشاشة مثل ما واضح قدامكم. وأيضا في فكرة إنه أنت تقدر تشغله بشاشة كاملة. الجهاز حاليا مو متاح للأسف بالأسواق، لكن في فكرة صراحة رهيبة وفي فكرة مجنونة، وأكيد إن شاء الله لو نزل راح نسوي لكم مراجعة تفصيلية عنه. الجهاز الرابع اللي معانا هو جهاز لينوفو ThinkPad X1. الجهاز هذا في فكرة جدا رهيبة. أول هو كمبيوتر مثل ما واضح قدامكم، لكن في فكرة مجنونة جدا 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 إنه أنت تقدر تستخدمه كشاشة واحدة أو تقدر تصفطه وتستخدمه كشاشتين منفصلة مثل ما واضح قدامكم هنا. لكن الشيء اللي يميز هذا الجهاز واللي ينقله من أنه يكون تابلت إلى كمبيوتر هذه القطعة. مجرد ما تحطها عليه راح يتحول إلى كمبيوتر كامل تقدر تستخدمه مثل ما واضح قدامكم.